تجيبون خادم في بيتكم، تقولون اعمل هذا العمل، المبلغ اللي انا اعطيك مقدار منه الك، ومقدار منه يجب ان تضعه في الصندوق، اذا هذا الخادم خانكم ووضع كل المال في جيبه، هذا مو خيانه؟ خيانه نوع من انواع الخيانه، خلاف الاتفاق. الله تعالى، طبعا هذا المثال ما ينطبق على ما نحن فيه، لأن احنا لا نملك العبد، لا نملك الخادم ملكية حقيقية. الله سبحانه وتعالى يملكنا بالملكية الحقيقية الذاتية، مو الملكية الاعتبارية. كل شيء منا لله سبحانه وتعالى. الله، الكون مملكة الله. الهواء الذي نستنشقه ملك الله، اليد التي نتعامل بها ملك لله، النقود الموجوده في الخارج كلها ملك لله، الغابات والبحار والاسماك والمحيطات والثروات والمعادن الطبيعيه كلها ملك لله، الله قال لنا اعملوا. تفضلا من خلال عام كامل كل ما تعمل فهو لك كل ما تصرفه في مؤونتك فهو لك كم تصرف الوف بمقدار شانك فهو لك في نهايه العام اذا تبقى شيء اربعه منه لك وواحد لي مو ملكك هذا هذا مو ملكك اصلا ما دخل في ملكك. هذا من البدايه كان ملك لله تعالى. الله تعالى يقول: واعلموا انما غنمتم من شيء، الغنيمه راجعوا المعاجم اللغويه والكتب الفقهيه كله فائده، مو فقط الغنائم الحربيه. واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله. اللام في اللغة العربية لماذا؟ تملك هذا مال الله مو مالك الله لم يملك هذا فأنا لله إلى بقية الأرباب الذين يشتركون في هذه العشرين بالمئة هذا مو ملكك فهذا الرجل الذي يضع هاي العشرين بالمية في جيبه ولا يعطيها لله أربابها هذا خائن هذا نوع من الخيانة ونوع من السرقة تعدي على حق الآخرين الله ما ملكه هاي الآية القرآنية فأن لله مو مال واللام للملك على قول ابن مالك ظاهرها الملك هذا حق شيء ثابت في ذمته للاخرين